السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامج يد الخير، وإن شاء الله إيد العراقيين دائما ممدودة للخير. بعد ما ناشدونا أهالي منطقة الكاظمية على رجل كبير بالعمر هو وأبنائه، وضعيتهم كلش صعبة وما عندهم أكل يأكلون. راح نتعرف على هذه القصة لكن بعد الفاصل، خليكم ويانا. حياك الله. حياك الله، اهلا وسهلا استاذ. شنو اسمك؟ انا احمد. احمد شنو؟ احمد سالم هدود. احمد سالم، انت جوارين ابو ياسر. اي نعم. ابو ياسر شلون عايش؟ شنو وضعه؟ والله ابو ياسر وضعيته كلش تعبانه. اي يعني احنا هنا بالمنطقه الناس على الاغلب هي تساعده. اي عنده يعني حالته يرثى لها. قاعد يعني متفضل عليه انه ابو العماره مقعده، مرات ياخذ ايجار منه مرات ما ياخذ. هاي الناس سعده اني والناس الطيبه هاي هنا. شكو ابو العماره؟ ابو العماره يعني ابو العماره ايش عجب ما ينطي بلاش يعني الشقه؟ ما يعني حسب كل من وقناعته استاذ. هنا على اغلب المنطقه حتى ناس تجي هنا دائما تسال على ابو ياسر يجيبوا له مساعدات. ندليهم عليه، هو تعبان عنده اثنين مرضى. للامانه ولد وبنيه. وما عنده بس الله سبحانه وتعالى، وهاي الناس طيبه تعطف عليه. يعني انتم هنا احنا المحلات نساعده، ما تقدرون تلموا له كل شهر مبلغ من المال؟ يعني عن امكانيه استاذ، يعني احنا همنا هم كسب وصعبين عوائل، بالتمكين نقدر نساعده، بس الناس الاغلبيه هنا تجي تساعده، يسالون علي ندليهم عليه، واحنا بالتمكين نقدر نساعده. مرات ما جاء مسؤول ساعده؟ ما حد اجا ولا حد وصل، ولا على اغلب اهل المنطقه هي اللي وقفت له. وهسه انتم متفضلين جزاكم الله بالخير. عنده ياسر مريض وعنده بنته مريضه. ايه. هو قايم بواجبهم. ايه. والدتهم متوفيه. والناس الخير اللي يشتغل هاي ينطي. وضعية ابو ياسر يعني حياته منتهية، علاج ودكاترة وادوية. هو عايش على البسطية هاي هنا مال. لو يبيع لو ما يبيع. هاي الناس تذبح دجاجة توديها الى ثوابات. هاي بس هو هاي ما تود يعني ما تأدي يعني فد تقوم له فد شي ملمس. هاي هيجي يعني يجيبها منها يصرفها منها انتهى يوم بيوم. ما حاولت هو البسطية مالته البسيطة جاي يشتغل بيها، ما حاولت تدعموه من خلال هاي البسطية؟ يعني ما تقدر، هو نفسه ما يقدر يعين. يعني حتى لو نعطيه 50,000 دعم البسطية، لا هو يفكر بجهالة أوجب. صح. بالمريض أوجب. صح. بريوقه بغداه بعنايته، يعني هو ابنك واحد يرد معين. أهلا وسهلا بكم. أول شيء احنا أحد متابعي برنامج يد الخير، ونشكركم على تعاونكم وجيدكم. الله يسلمك، هذا واجبنا. الله يسلمكم، واحنا ناشدناكم اكثر من مره همينا، ونشكركم على وصولكم وجيدكم. الله يحفظك. ابو ياسر ساكن هنا بهاي العماره. اي ابو ياسر حالته حاله يرثى لها، ابنه محترق يعني. اي حرق كامل. اي شلون احترق ابنه؟ هو اثناء التهجير اللي صار عندهم هناك. هو احنا سمعنا جاي من الموصل. من الموصل، هو من سكنه الموصل. اي ابو ياسر رجال همينه معوق. اي وبنته تقريبا عقلها تعبان يعني. أي. الله يحفظها. فهو المعين علاجه حيل غالي. غالي سكن قاعد ما يجيب علاجه من المستشفى الكاظميه؟ لا لا، علاجه العالم اليد الخيره اللي مثل وجوهكم الطيبه تلم له وتشتري العلاج. احنا همين ما يصير نحكي اكثر يعني. هاي فعل خير. لا احكي براحتك. اي فعلاجه تعبان الرجال. أي. قاعد لا شغل ولا عمل. أي. عنده عربانة صغيرة، ولو يبيع له ب1,000 دينار لو ما يبيع له الله شاهد. فعايش أبو ياسر على الناس الخيرة اللي تقدر تساعده وتطي. بس تدري الوضع همينه والظرف صعب. زين هاي المنطقة بيها ناس هواي حالتها تعبانة. هواي بيها ناس، ولمت ناس هواي شرف كل واحد من أي مكان من العراق. ناس مهجرين هواي، فاكو ناس يعني تساعد. اكثر المهجرين قاعدين هنا. قاعدوا هنا موجودين من الانبار، من الموصل. من الديوانيه، موجودين من كل المناطق. محافظات. نكمل على ابو ياسر. ابو ياسر حالته ابنه محترق. بنته وضعها تعبان. بنته وضعها تعبان. ابو ياسر عنده جلطه. ومرجل معاق. ما عنده لقمه ياكلها. فالعالم هل تقدر بيها تساعده؟ ها؟ مرات يساعدوا بالايجار، مرات بعلاجه، شهر بعلاجه. تدري الوضع هم صعب، الناس هم يعني تقول لك هم اركض على عيشته، لا اقدر عليها قصر. نعم. فناشد واتجهنا انه نتصل بيكم برنامج يد الخير.
شكرا لكم يعني. الله يسلمك. اليوم انتم وصلتوا صوت ابو ياسر، هذا الرجل جاي يعيش بمأساة، جاي يعيش بمعاناة، يعني اليوم انتم اليوم احنا ما نعرف انه هيك عايش هذا الرجل، حالته الله شاهد يرثى له، مرات يتغدى ما يتعش، مرات يتعشى ما يتريق، فحالته الناس لو تعطيه اكله لو ما تعطيه اكله. وبقت هاي انتم همينة يد الخير من عندكم ومساعدتكم الطيبة. السلام عليكم. سلام ابو ياسر. اي نعم. انا الاعلامي توني مكتب برنامج جد الخير. الله يحفظك عمي. شلون صح؟ استريح عمي. الحمد لله. استريح. شلونك عمي؟ والله على الله الكريم. حياك الله. اشكرك. احنا برنامج جد الخير به مجالك عند نايمك؟ انا استريح استريح. تفضل استريح. ان شاء الله زين. ان شاء الله. احنا برنامج جد الخير يعرض على قناه زاكروز الفضائيه. نتشرف بيكم. دول قلبك. شلونك زين؟ والله على الله الكريم ما عندي غير. صار 3 ساعات ندور عليك. وجينا نشوفك اليوم. اشكرك. شنو محتاج؟ اشكرك عمو. شغلك شلونه؟ والله شغل تعبان، شغل ماكو، انا رجال مريض، وعندي معوقين 2 بالبيت، وايتام، وعايفهم وحدهم، وقاعد ايجار، وما عندي لا بيت. بس ليش مشتغل انت من الصبح الان؟ والله ما مشتغل، كل شيء بعد ما بايع، بعد ما بايع. انا بيش بيع القطعه. والله اكو قطعه ب 2000، واكو ب 2000 ونص، واكو ب 1000 ونص، هاي. منين تتسوق هذا المسوار؟ والله اتسوق من الكاظميه، لان ما اقدر اروح بعيد، لان ما اقدر امشي. بيش متسوقه هسه هذا المسواق؟ والله ما يتجاوز يعني 100 100 100 حسب القابليه يعني. عادي هنا اهالي المنطقه يشترون من يمك؟ والله وياها وياها، يجي علي بعد رزق بيد الله هذا. زين قاعد اسوي لك انا اعلان دعايه. وين مكانك دليهم؟ ابو ياسر وضعيته كلش تعبانه، ناشدوني اهالي منطقه الكاظميه على وضعه. ساكن بايجار سمعنا، هاي المعلومه صحيحه؟ اي والله قاعد ايجار. اكل ما عنده ياكل، وضعه جدا صعب، كهرباء ما عنده بالبيت، ثلاجه ما عنده، ثلاجته عاطله سمعنا. اي نعم. اعطونا اهالي المنطقه اوليات عليه كامله. الى كل شبابنا ادعموا ابو ياسر، ابو ياسر اليوم محتاج دعمنا. ايجار دافع هالشهر ولا ما دافع؟ دفعت والله، بس بعد يعني كلها ديون، والله دين العالم تطلبني. ايش قاعد يطلبوك الناس؟ والله يطلبوني هواي، يطلبوني يعني اكو بيوم يطلبني 200، الاخ يطلبني 300، ابو الصيدليه يطلبني 200. لان عندي علاجات وعندي 2 ولد معوقين وياي. نقدر نشوفهم؟ وايتام وانا جاي اربيهم. نقدر نشوفهم؟ اي ما يخالف، وانا رجال كبير وحدي وما عندي كل احد. الله يكون بعونك. ابو ياسر روح لبيتك. يلا ما يخالف. يلا اريد واحد من الشباب هنا يضل يم البسطيه مال ابو ياسر. تعال عمو حبيبي. عمو تبقى هنا يم البسطيه بين ما نجي. يلا يلا ابو ياسر. يلا رحم الله والديك. اشكرك.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من داخل بيت أبو ياسر. هذا الرجل الكبير بالعمر هو وأولاده ساكنين بهاي الشقة. طبعا هاي الشقة بيها بس هاي الصالة وبيها غرفة، مساحة هاي الصالة مترتين وربع ومساحة الغرفة 3 مترات. الله يكون بعون هذا الرجل شلون ساكن هنا. تشوفون شلون الشقة تعبانة، الحيطان تعبانة، القاع تعبانة، الثلاجة عاطلة، كل شيء ما عنده. المواطن مجروح والوطن كان مجروح، بس بزود قواتنا الأمنية البطلة الداوى جرح الوطن، بس بقى المواطن مجروح بالمعاناة الجاي يعيشها. خلونا نتعرف على قصة أبو ياسر. مساء الخير. هلا يا أبو، هلا عمو، حياك الله. أشكرك، الله يحييك يا أبو. يعني أنا ما أعرف شلون أبدي وياك، شنو أقول لك، ما أعرف. والله عمو إحنا أنا مهجر من الموصل. إيه. إيه. بوقت الدواعش جينا هنا لبغداد. إيه. أنت أبو ياسر شنو اسمك؟ اسمي صباح شهاب. هسه حبيبي دقيقة. اسمي صباح شهاب. صباح شهاب. إي نعم. زوجتك وين؟ زوجتي متوفية. متوفية، الله إيه. يرحمها. بياسنة توفت؟ يرحم والدك، ها؟ بياسنة توفت زوجتك؟ بسنة 2011. ب 2011. نعم. إي. وبن صارت شغلة الدواعش. إي. انهزمنا وجينا هنا لبغداد. جيت لبغداد. جينا تهجرنا ببغداد. بمنطقة الكاظمية. منطقة الكاظمية. إي. نعم. أيه. وما عندي كل احد، بس هذول الاثنين المعوقين بس دولي. وامهم متوفيه. ياسر ونداء. ونداء نداء نعم. أيه. هذول الاثنين هم معوقين. معوقين هذا اخرس. أيه. واطرش وتخلف. أيه. وعنده صرع. نعم. وعينه ما يشوف بيها، عينه انفصال بالشبكيه. هاي كل هاي الامراض عند ياسر. كلها امراض عند ياسر هذا ابني. أيه. وما عدا بنتي ندى هم خرسوا. أيه. وهم عندها مرض سكر. ايه. وهم تحكي القلب. هم تحكي القلب. ايه. اي نعم. ايه. وما ادري يعني، محتار بامري، ما اعرف. زين انت بس قول لي. نعم. انت هنا بيش مأجر؟ انا مأجر هنا 350 ايجار. 350 ايجار. اي نعم. والسحب؟ والسحب 50 400. 400. 400 اي نعم. عندك راتب من وزارة العمل؟ والله عندي راتب مال ولد مال اثنين. أيه. كل واحد ياخذ بالشهر 125. 250. يصير 250. زين هاي من انطيها انا؟ ايه. انطيها للايجار. البسطيه مالتك ايش قد طلع بها اليوم؟ ما طلع لي 5000. لو اطلع لو ما اطلع. 5000 اليوم. ايه. لو اطلع لو ما اطلع، لان ماكو، مره اكو شغل. أيه. مره ماكو شغل. خوانك؟ خوانك وين؟ خواتك؟ والله ماكو، والله ما عندي، كلهم بالموصل هناك. وعندي. أيه. بس واحد. أيه. وعندي بنيه هناك، وهذا وبعد ما عندي كل احد. وما عندي غير بس هذول. حالتهم الماديه زينه بالموصل؟ والله تعبانه، فرد مره تعبانه. بيت ما عندك بالموصل؟ ما عندي والله بيت بالموصل. انا ظليت هنا ببغداد لان ما عندي بيت اصلا، ما عندي بيت. أيه. وظليت محتار بهذول الاثنين. وكل ما يصير ادويه علاجات احنا علاجاتهم بيش اشتريها؟ والله علاجاتهم غاليه، كل شهر 250 ما يكفي. دقيقه بس. نعم. ابو ياسر، علاج ياسر بيش تشتري وكلش قد تروح تشتري علاج له؟ والله كل شهر اشتري لعمو. تشتري له علاج؟ اي، اكو جماعه متبرعين له مال صرع، لان هو بيصرع. بيصرع. اي مال صرع. وعنده سكر. وعنده سكر وعنده ضغط. اي اي نعم. علاج السكر والضغط والصرع. اي نعم. بيش تشتري هذا العلاج؟ والله مال يعني ولبنيهم. هسه خلنا نبقى على ياسر. اي نعم، على ياسر تقريبا بال 200. 200 بالشهر. 200 بالشهر. اي نعم. ونداء. ونداء 100 بالشهر. بالشهر 100. ايش تاخذ علاج نداء؟ تاخذ سكر. سكر. مال سكر بس. بيش الشيط مال السكر؟ سكر والله ما ادري، مو سوى كل موس. كل اثنين بخمسة ينطونه يعني. كل شريطين بخمسة. بالمستشفى؟ لا، كله من برا نشتري، ماكو منه. ليش بتروح المستشفى الكاظمية؟ ما رحت والله. ايه؟ للمستشفى ما انطوني العلاج، ما يوالم لي، قالوا الا تشتريه من برا. ايه. هسه قمت اشتري لهم علاجات وانا مريض. أيه. أنا مريض. أنا عندي ضغط وعندي سكر وعندي انزلاق. أيه. وعندي فقرات وصاير سوافان. الله. وهم مسوي عملية لعيون اثنيناتهم، بس اثنيناتهم عيوني ما أشوف بيهم يعني، بس عدسات يعني. بس العلاجات تشتريها بالشهر 400-500 ألف. أي نعم. أي نعم. أي ما تكفينا. زين الراتب 250، إيجار 350. أي نعم. السحب إيش قد؟ السحب 50. زين أبو المولدة ما يقدر يعطيك سحب ببلاش؟ والله نوبات ليش لا، أمي ساعد ويانا الرجال. لا
يساعد ويانا حبيبي. يساعد ويانا والعالم نوباتهم نتنخاها شو نسوي وين؟ وين 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 اروح اخذهم وين اوديهم؟ انجبر اروح على الناس اقول لهم يابا تعالوا ساعدوني بالايجار وساعدوني بالعلاجات. ابو ياسر صار لك ايش قد ساكن هنا بالكامل؟ والله هاي ساكن بالعماره تقريبا صار لي يمكن 8 سنوات انا قاعد. ماكو حد ساعدك مسؤول وزير؟ والله ماكو. رحت اروح كل ما اقدم عريضه بوقت الكاظمي قدمت عريضه قالوا روح واحنا نخابرك وكل شيء. ما هسه انت بهاي الفتره ما رحت المسؤول؟ والله رحت على هذا النائب حسن. منو؟ حسن شنو؟ هنا نائب الخفاجي. الخفاجي حسن الخفاجي. رحت اخذتهم ورحت ما شفت الرجال بس جوني جماعه الاطباء الدكاتره قالوا عم اقول قلت لهم والله انا ترى هاي وضعيتي تعبانه وانا علاجي. من ذول الاطباء اللي رحت لهم؟ ما ادري غيرهم وياه ما اعرف. ويا النائب حسين الخفاجي؟ جوا عندهم يعني بالقاعه مالتهم. ان شاء الله صوتك يوصل للنائب حسين الخفاجي. هو اجاك ان شاء الله البيتك او المكتبك ما اعرف يعني عندك علم ما عندك علم؟ المكتب عنده دكاتره هناك موظفين. خلينا احكي ويا نداء. نداء تجيني هنا يمي؟ تعال. تجي هنا بلا زحمه؟ تجي هناك حبيبي؟ هذا ما يسمع هذا كل شيء ما يعرف. يلا روح قاعدين. اي تعاي نداء يمي. اي نداء. ليش سميتها نداء؟ هذا الاسم حلو والله. هاي نداء بعد هذا غير اليوم انت ملايين العراقيين يشاهدوك بعد. خلني احكي انا وياك نداء. نداء اليوم شو تنادين العراقيين؟ شو تريدين منهم؟ ها اتناشد سيد وزراء. اي شو تريدين؟ اي ارد اسمع صوت عالي. شو تريدين؟ بيت. نداء تنادي كل العراقيين تريد بيت. يلا شو تقول لين هاي الكاميرا العراقيين؟ اي تناشد السيد رئيس وزراء. خليني انا وياها. شو تريدين؟ عمو بيت من رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني. هي التابعة تعرفها؟ اي تابعة وتعرفها وتشوفها بالتلفزيون ويوم تدعي تقول يا الله يا الله الواي انه سلمنا الواي يشوفنا. ايوه مو عغالي علينا عمو حبيبي. اي ماما وين؟ موتي الله يرحمها. انت هنا سمعنا انت تطبخين بالبيت؟ ايه ها تعرفين تطبخين؟ ايه تسوي لنا هسه اكل احنا ناكل؟ ايه فدوى الله يحفظها ان شاء الله. هي عندها شويه خلل. ايه شويه تخلف. ايه تخلف. شويه تخلف. اي بس هي معدله معدله. معدله احسن من هذا. هذا فرد برا. تعبان هو. تعبان لا يسمع لا يحكي. يلا بعد شو تريدين؟ شو تقولي لرئيس الوزراء؟ بيت. ان عمو. بعد 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 بصوت عالي اريد. عمو بيت. ناشد السيد محمد الشاعر السوداني بيت رئيس الوزراء. وبعد شنو امنيتك غير البيت؟ بيت بس بيت. اي والله. اي والله فعلا متبهدلين ما عندنا مكان. الله يكون بعونك. الله يكون بعونك. اي والله تنادي كل العراقيين نداء تناديكم باسم نداء الإنسانية باسم نداء الغيرة تقول أنا أريد بيت. نداء وتقول لك بابا رجال كبير ما يقدر. أي تعرف بياني تعبان. الله يكون أخوه الأخم تعبان. الله. نداء تحبي بابا مو؟ هي تطبخ لك تسوي لك أكل. أي والله هي تسوي لنا أكل وهي تطبخ لنا. رئيس الوزراء تعرفي محمد الشاعر السوداني؟ وين بالتلفزيون؟ بالتلفزيون. عندش تليفون سمعنا؟ ايه تقلبين بالتليفون شوف رئيس الوزراء؟ ايه انت بس دولة عندك بعد ما عندك؟ والله ما عندي غير بس هذولي واثنين معوقين وانا عندي عجز كله. واخاف. سمعنا عندك بنيه ميته؟ والله عندي ام بنيه توفت. شلون توفت؟ هم عندي اربعه كانوا امهم ضريره كانت. ومشوف. وضربت عندها الكلى وصار عندها عجز بالكلى وتوفت. يعني هم صارت عمية وتوفت راح. والثانية كانت هي تخدمهم. أختهم تخدمهم. هم عندها عجز كلى. هم توفت وراحت. عاد من توفت جبناها هنا بغداد دخلناها بالهذي. دخلناها بالمستشفى توفت هنا بغداد. بالمستشفى ما كان. الله يرحمها. ويرحم والديها. وظلوا بس هذول. انت هسه قائم بكل واجباتهم. اي والله انا ايش عجب ما تزوجت؟ والله ما صراحه امكانيتي ما تساعد يعني. امكانيتي وضعيتي ما تساعد. اذا احنا هسه يعني وفرنا لك كل اللي تريده تقدر تتزوج لو بعد؟ والله بعد شوف هي الخصمه شلون تحكم يعني.
ولو تتزوج مره كبيره بالعمر. اي والله شويه تخدم ذولي الورود الحلوين. اي والله شايل همهم هذولي. هذولي شايل همهم. اقول باكر عقباني اذا رحت هذولي وين يروحون؟ العمر طويل ان شاء الله. يمنا اخليهم يمنا اخليهم، ما عندي غير رحمه الله وانتم. زين انت من تشتغل بهسه اوقات عملك؟ ما اطلع انا، ما اقدر اشتغل انا، مو اصلا مجرد بس تجي ايام اشوف نفسي زين انزل يم البسطه اقعد ساعه زمان ساعتين وارجع. هاي هم اطلعهم؟ لا ما اطلعهم يبقون هنا. لا مثلا لا انت بالايام العاديه تطلعهم يروحون مثلا؟ اطلعهم للمستشفى مدينة العاب ما يروحون؟ لا قبل كنت والله اوديهم، بس هسه بعد انا مو شوي كبرت ما اقدر بعد. ما اقدر امشي، ما اقدر اروح، ما اتعب. المره رحت اخر شيء كل هالامراض عندي المزمنه وضغط السكر وقرحه وانزلاق وفقرات وعيوني، واخر شيء يقول لي الدكتور عندك فشل كلوي. يقول لي عندك فشل كلوي؟ يقول لي عندك فشل كلوي، انتبه على الكلات مالتك. زين انا اذا صار بي شيء هذول وين اوديهم؟ منو يبقى يمهم؟ منو يداريهم؟ من يدري؟ لا اله الا الله. فناش الاستاذ سيد محمد شيع السوداني. اي والله. ابو القلب الطيب، ابو الفقير. يباوا على ذولي. ان شاء الله صوتك يوصل. ردي النبي هداية اكلمهم. اكلمهم والله حتى فلوس ايجار ما ادري اعرف شلون ينطفون. زين زين. زين ابو الايجار كلش قد يجي هنا على الايجار؟ كل شهر يجي. زين هي نداء ايش عجب متاثره بموضوع البيت؟ ابو الايجار يضغط عليكم على الايجار؟ يضغط. اي نعم يضغط. يضغط وتتاثر علي لان شوف ما عندنا فلوس. يضغط عليكم. هي انا اشوفها اليوم متاثره بموضوع البيت. ما لان شوف ما عندنا يعني شوفني اروح خل احكي على اخوي. شنو مي؟ لا مي ماكو. اي دقيقه انا وياها. اي حارة. مي وصخ. ايه. مي تانكي مال بير. ايه بس ايه ده افتهمها بس خلينا نياها. مي ايه شنو شبيه المي؟ هاية. ايه. خاطة. وحارة. ايه. مبردة عطلانة؟ ايه. 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 بيت. بيت. ايه والله. إذا هسه رئيس الوزراء أنطاكم بيت أو مسؤول أو وزير أو تاجر إذا أنطاكم بيت أنت تفرحين؟ ايه. فاهمة. تدعيله. اي والله الله. اي والله الله. شنو هاي قولي؟ الله. اقولها اذا انطوكم بيت وش تقول؟ شنو اذا انطوكم بيت؟ بيت الله عمو. إذا أنطوكم بيت تفرحين بعد؟ إيه. ترتاحين؟ إيه. بعد ماكو أبو إيجار يدق الباب؟ لا بعد ماكو؟ إيه والله. الله يكون بعونك، إن شاء الله صوتكم اليوم يوصل. شو تسوي يا عم؟ ما تقول لي شو تسوي؟ وين أوديهم؟ نوبات أفكر أقول شلون أنصب لهم خيمة وأقعدهم بخيمة؟ ما عندنا إمكانية، ما عندنا إمكانيتنا ما تساعد لا بالإيجار ولا بالعلاجات. احنا بس العلاجات ذبحتنا والايجار ذبحنا وراتبهم قليل، كل واحد ياخذ له 125، شو تكفيهم هذول كل واحد 125؟ احنا نتمنى هم من وزير العمل الاستاذ احمد الاسدي يشوف موضوعهم، يعني هم كل من يستلم 125 الف دينار ما تكفيهم، يعني علاجه هو احنا حسبناه هسه قبل شوي ايش قد؟ بال 300 وعلاجها 100 400 وانا 100 هسه خلينا نقول علاجهم 200 هم خطي رواتبهم 250 ما تكفيهم. نتمنى هاي الرسالة توصل للدكتور الأستاذ أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. إيه. إيه. نداء. أنت اليوم ناديت كل العراقيين. إيه. أي على بيت. إيه والله. الله. الله فيه. كل الناس الطيبين. إيه والله. شو يقول؟ يقول لك يعني تعبانين و.
وما عندنا وضعيتنا تعبانة. الله عمو. عمو الله يكون بعونك، الله يبارك، وان شاء الله اليوم صوتك يوصل ان شاء الله يا رب الكل المسؤولين. اي والله تعبان عمو، تعبان حيلاني، شايلها مذولي والله ما شايلها بعد. كلياتك ايش بيهن؟ كلياتي يقول لي عندك فشل كلوي. اي اخاب لك هسه دكتور على كلياتك اوديك اليه؟ جاي راجع يعني. جاي تراجع يا دكتور؟ والله ما المستشفى بس انطاني علاجات، جاي اشرب علاجات. يعني ماشي الامور كلياتك؟ اي نعم ماشي. والسكر عندك سكر؟ سكر عندي وضغط عندي وانزلاق عندي وفقرات سرطان ما اقدر امشي. زين هنا أنا بالصيف بتموز، هسه الجو كلش حار. حار ايوه. هنا شلون هم لا مبرده؟ هنا هم كل شيء ماكل مبرده، هاي مالتك هواها تعبان. اي تعبانه. اي شلون متحملين هذا الحر؟ هم من يشكون من الحر؟ اي يشكون شلون بعد ما يشكون حاره والله خنقه باو عليها قد. اي شنو؟ حاره مو؟ اي والله حاره. اي وبالشتاء زين بالشتاء مو؟ اي بس بالصيف حاره. حاره والشقه ضيقه علينا وخنقه علينا. ابو السحب اذا ما عندك تعطي فلوس هم يطفي الجوازه؟ لا 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 نوبات من نروح عليه يعرف حالتنا وضعيتنا يساعدنا الرجال والله. يساعدكم؟ يساعدنا الرجال بالسحب. اتمنى الى كل المنظمات المجتمع المدني، الى كل الوزراء، الى كل النواب، الى كل التجار، اسمها نداء جاي تناديكم باسم الانسانيه، نداء لهم. ايه شنو شو تقولي لهم؟ بيت. ايه انطوك بيت، ايش راح تقولي لهم؟ الله الله. وهذا اخوها ما يحكي ترى. ما يحكي اخرس واخرس تخلف. هذا ام اخوها. اثنينهم تعبانين. اي اثنينهم تعبانين. لانه انا تعبان. انا مو مثل قبل مثلا عندي على حالي اقدر اشتغل، اقدر اتحرك، اقدر اروح، اقدر اجي. زين انت من جيت من الموصل اثاث عندك هناك بالموصل؟ لان هسه ما عندك اثاث. لا ما عندي اثاث، والله هي العالم يعني تساعد ويانا، العالم ما عندي كل اثاث ما عندي. اجينا بطريق روحنا والله اجينا. الله يكون بعونك. حصه هنا ما تستلم حصه تموينيه؟ بلي نقلنا البطاقه التموينيه هنا ببغداد. نقلتوها؟ اي نقلناها هنا جاي ناخذ هسه. والرعايه نقلناها هنا. هنا نقلتوها الرعايه؟ هنا هسه الرعايه والتموينيه هنا. هنا ناخذها هنا ببغداد. اي أيوة. الحمد لله والشكر نقول على كل حال. أيوة واحنا بخدمتك ما نعوفك ان شاء الله. الله يبارك بيكم. راح نظل متواصلين وياك اني واداره القناه ما يعوفوك ان شاء الله. ان شاء الله. احنا راح نساعدك بي مو قدام الكاميرا. راح نساعدك ان شاء الله بخدمتك، بس ان شاء الله اليوم رئيس الوزراء المسؤولين. والله ناشد السيد رئيس الوزراء محمد السيداني. أيوة ابو الفقير ابو الناس بس شباب عليه ممرض غير بس ملجا بيت، حتى لو قاع بيت 50 متر بس يلمنه. ايش عجب ما تجيبون طار الاكل الشرب كلش متاثرين بالبيت بسبب الايجار؟ سبب الايجار. والناس هم نوبات لا انت تساعد ويانا يجيبون لنا مواد يجيبون لنا زايد الناس. أم مرتوا بايام ما عندكم اكل تاكلون؟ والله اجت ايامي فعلا ما يعني نقضيها هلا قاسمه. اي اي هلا قاسمه، بس اللي ديثر علينا العلاجات. العلاجات والايجار، لان ما نطيل نقضيها حتى لو خبز وشاي نقضيها خبز. زين هي هم تدور ملاعب لعابات هاي؟ اي هم تدور. اي والله هم ها 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 بطلت. أيه عبونا نجيب لها هيك فد لعابه حلوه مثلها. كبرت. عبونا نجيب لها لعابه حلوه مثلها. انت حلوه تخبلين؟ حلوه الله يحفظها ان شاء الله. شنو هالجمال هذا؟ ايش قد حلوه انت؟ نيال بابا عليك خطيه والله. ايش قد حلو انت؟ انت هم حلو. انت حلو، اثنيناتكم حلوين. الله يبارك. اريد اخذ صوره انا وياكم وانشرها، تقبلون؟ تقبلون؟ عندك تيك توك؟ اني اي اي تنشريها بحسابك بالتيك توك اذا انا اخذ صوره. شلون حلوه؟ ايش قد حلوه؟ حلوين الله يحفظهم والله. فقيره اثنينهم فخره ومن اهل الله، واثنينهم ما يفتهمون، واثنينهم ما داركين الحياه. يعني هي لو داركه وفاهمه كان جت قسمتها وراحت وما تزوج. هذا لو فاهم ودارك كان اليوم تقول اليوم بيت تقول عمو اليوم بيت. لا عمو تدري شنو؟ عمو حبيبي من تطلع الحلقة راح يشوفوكم المسؤولين والتجار، هم راح يقررون مصيركم ما يقصرون وياكم. تقول لكم أنا قبل شوي وجهت مناشدة إلى كل التجار والمسؤولين والوزراء ورئيس الوزراء، نداء
اسمها نداء النوبة، جاي تناديكم باسم الإنسانية. أيوة. تقول لي اليوم بيت؟ لا مو اليوم بيت. لا. شوي تتحملينا شوي. أيوة. على ما تطلع الحلقة. أيوة. 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 بابا أي أيوة حبيبي الله كريم. أيوة. على ما الله يفرج علينا. أيوة. الله يحنن أخو علينا. أخوتك ما عندك أخوان؟ والله ما عندي، عندي بس واحد وبالموصل مو هنا. وضعيته المادية شلونها؟ ها؟ كلهم تعبانين والله، كلهم وضعهم تعبان. أختك؟ أختي والله مو وضعها تعبان. زين والدك والدتك؟ أقعد حبيبي هسه أقعد هسه حبيبي. ضجت تعبناك؟ ياسر لا هو يريد يطلع. يريد يفتر. والدك والدتك ما كان عندهم بيت؟ ما عافوا لكم بيت؟ لا والله ما عافونا بيت، ما عافونا بيت. أي. كل شيء ما عندنا، قاعدين بجار. جينا هنا وقعدنا بالجار. ما عندك واحد من قرابتك وضعيته المادية زينة؟ أبد أبد ماكو والله، كلهم تعبانين. كل من يصيح يا روحي. يعني الناس الغربة اللي بالمنطقة. أيه. هم يعني ما نعرفهم بس طيبين والله ويانا. شلون توفت والدتهم؟ والدتهم بالبداية ضرب عندها السكر، ما عندها سكر. أيه. وضرب على عينها. توفت بالموصل. بالموصلية ضرب. أيه. على عينها. أيه. بعد ما ضرب عينها ضرب على الكلى مالتها. أيه. فصارت عندها عجز بالكلى. أيه. بعدين سوينا له غسل وتوفت راحت. الله يرحمها. من توفت هم كانوا صغار لو كبار؟ لا شوية أصغر يعني. نداء يا مواليد؟ مواليد 90. وياسر يا مواليد؟ ها؟ ياسر. أي. ياسر مواليد 89. الله يحفظهم إن شاء الله. نداء. شو يقول؟ ما يقول يعني أنا مريض وتعبان ومن أنزل جوا الناس تكاوني والعالم. ليش تعاقبون الناس؟ ما بتعرف هذا الشارع يعني مشكال. من ينزل جوا انا ما اخليه ينزل جوا بس وانا اشوفه هسه فقير له هو يعني مرات فقير ما يأذي ما يأذي شخص يمشي بطريقه ويجي بطريقه بعد ليش الناس ما ادري والله العالم ما ادري اكو بيهم ناس ما اعرف يعني يجازون عليه بالشارع ما ادري يضحكون عليه ما ادري يضربون ليش يضحكون عليه ليش يعني هو هذا الشخص انضحك عليه يضربوه هاي ما تعرف هاي عالم النفسيات يعني هاي خلقه الله ينضرب ومريض هو ايش قد صار له يدي لحاله فوق السنه خلينا نطلع منه يلا بس نطلع شوي لقدام زين هم بالايام العاديه ايش يردون مثلا هم يدورون حلويات يردون ملاعيب شنو يردون ما نقدر احنا بالحلويات نطيب كثيرهم عندهم سكر من نجيب لهم يصعد عندهم السكر لا شنو يردوه هم من يمك هم هنا مثلا ارادت موبايل جبت لها موبايل جبت لها موبايل عن نص مستعمل وهذا ايش انا راح اجيب لك موبايل تدللين عندها على موبايل ها موبايل عندها والله مارتي هي عندها انطيت هي وعندك حساب عندك ما عاد اي عندها راح ننشر صوره انا وياك ايه اوكي ايه موافقه ايه بالحساب مالتك عندك متابعين ايه طيب لك يا الله اي والله ايه الله بيت ايه هي شنو هي شنو خلينا نسمع بيت هنا الله يكون بعونك اي واذا اعطيناكم بيت شو تقولين الله إنا ندعي لهم ليل ونهار إيه والله عمو ندعي لكم ليل ونهار والله إن شاء الله يوصل صوت هذولي الخاطرة هذولي الاثنين المعوقين هذولي اثنينهم ما يفتهمون واثنينهم من أهل الله واثنينهم لا هم حلوين لطيفين يعني ما عندهم أذية ما عندهم أذية هي هسه جاية تركب مو ها أي شو مركبت لنا اليوم اليوم ما مسوين كل شيء اليوم البارحة شو مسوي شو مركبة بطاطا لأخو هالسوء اي خلنا نحكي انا وياها شو مركب البارحة بطاطا تعرفين ها تقليها انت اي لين ما عندك احد اي بالفرن تخليها لو تقليها اني اها وتمن مرقت عفوا تطبخين اها الياسر اي يعني اليوم ناكل من ايدك تطبخيننا اي ناكل من ايدك اي فدوى الله شلون طيبة الله يحفظها ان شاء الله الله والديك الله يبارك اي تليفونك وين موجود؟ بابا اي تتابعين يوميا رئيس الوزراء محمد الشاه السوداني؟ اي تابعي؟ ما تقولي لي ما اقول له راح نشوف انه مسؤول اي بلكي يا الله يقول اي والله اي يا الله يا الله يا الله والله يلا يلا اخذنا خلوا نروح نوديك رئيس الوزراء هسه؟ يقول اخذنا وتسوي لنا تسوي اخذنا ودينا تسوي لنا عريضه وياسر راح نوديك رئيس الوزراء شو تقولي له؟ الله تقولي له الله بيت ايه تروحي لمحمد الشاعر السوداني ايه شو تقولي له الله يحفظك ايه
ابو ياسر لا تبكي، دموعه غاليه علينا. اشكرك واحنا بخدمتك. مو بيدي والله عمو، مو بيدي. يعني انا رجال كبرت وصرت كبير. لو بعدنا على حالي يا مواليد انت؟ ما ادري، مواليد 55. مواليد 55 وامراض بي ومتكومه علي. عندك فقرات؟ عندك فقرات؟ اي والله عندي سوافان وانزلاق وفقرات بظهري. هسه راح نتصل لك بعباس صحن مدير مستشفى الواسطي. يا ريت والله. شباب بيها مجال تليفوناتي بلا زحمه؟ بس اتصل بعباس صحن. بلا زحمه استاذ حيدر، ممنونين من يمك. شكرا. يونن عليك بالليل؟ اي والله. الام اكو ون الام هي رجلين اثنيناتهم على بالك تخش بصير. راح نتصل بعباس صحن مدير المستشفى الواسطي، تأمر أمر تدلل. أشكرك. احنا اليوم نريد نساعدك لان وضعيتك كلش تعبانه. جزاك الله. عيني سعطوني. السلام عليكم دكتور عباس، شلون الصحة؟ عليكم السلام والرحمه. دكتور احنا اسفين على الازعاج، احنا هسه حاليا بالجو مباشر على قناه زاك روز الفضائيه برنامج يد الخير. اهلا وسهلا. الله يسلمك. احنا الله يحفظك، احنا نعرف مواقفك الانسانيه دكتور عباس الغالي. الله يحفظك. الله يسلمك. احنا هسه بمنطقه الكاظميه بيت ابو ياسر، وضعيتهم كلش تعبانه الماديه، وهو يشكي من عنده انزلاق بظهره وعنده الام برجله. سوافان. اي بيها مجال تحكي وياه اذا بيها مجال دكتور؟ اي انا وسهلا. اي 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 مدير المستشفى الواسطي احكي وياه. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا ابو ياسر، شلون الصحه؟ اهلا بالدكتور يا ابو. الله يرحم والديك. الله يبارك بيك دكتورنا. يحفظك يحفظ العائله ان شاء الله. اشكرك يا ابو. دكتورنا انا على مود لا يمر علي قضانا، عندي انزلاق وفقرات بظهري من زمان. نعم. وهسه بالجديد طلع عندي سوافان برجلي، اريد امشي اريد اتحرك ما اقدر بالقوه امشي. وانا بعد ما عندي غير رحمه الله وانتم دكتورنا. لا لا تمام حضرتك، تعرف الانزلاق مال الظهر هو اختصاص جمله عصبيه. بلي. اما سوافان الركبه هو اختصاص مستشفى الواسطي. بلي اي والله هو لك تري. اي نعم. ما يهم لا تؤمر حضرتك، والمستشفى الواسطي هو مستشفى حكومي يعني العلاج به مجاني. دكتور عماد اللي هو طبيب الركبه يقعد بس يوم الاحد يعني الاستشاريه مالته. نعم. فتجيني حضرتك مو هاي الاستشاريه اللي انا اجيبها واجي. تقول لي يعني ابو ياسر من الكاظميه من طرف السرطاني. اها خلاص الرصيد اسف. انت بالله خلاص الرصيد راح اخابره. اوكي اسفين. دكتور حبيبي انا ممنون من يمك، انا راح اجيبه واجي، راح اجيبه واجي الى حد الجاي. شكرا شكرا جزيلا حبيبي دكتور، شكرا ممنونين منك. شكرا شكرا. المدير الواسطي دكتور عباس صحن مدير مستشفى الواسطي، راح نروح. اي مو هذا لحد لحد الورا ان شاء الله. اوكي إن شاء الله. احنا بخدمتك. اشكرك الله يبارك فيك. وقال لك لازم الجمله العصبيه تراجع. قال لي هديت المال الجمله العصبيه مراجع بيها. اي بس شغله سمير الدلفي همين خابر لك اياه. المدير مالتها سمير الدلفي. ايوه ما اعرف والله ما اعرف يعني انا بس كنت راجع بس مستشفى يعني مو دكتور. انا خابر لك اياه وانا اوديك بنفسي. اي والله بارك الله فيك. نداء راح نختم الحلقه، شو تقولين؟ اخير شيء شو تقولين؟ منو عمو؟ تدعي السيد محمد الشياع السوداني. محمد الشياع السوداني. أيوة عمو رئيس الوزراء. أيوة شو تقول لي له؟ سيد رئيس الوزراء. ماما موتي. اي ماما تقول ماما ميتة بيا. اي والله بيا. انا عمو. ان شاء الله يوصل صوت نداء. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يكون بعونك ان شاء الله. السيد محمد الشياع السوداني ابو الطيبة. ان شاء الله. طيب شكرا ويباوع على الحالة هاي. شكرا لكم. تدري ليش شكرا لكم؟ لانه استقبلتونا اليوم هذا الاستقبال الجميل وما قصرتوا ويانا. احنا نتشكر من يمكم. الله يبارك لانه تعبناكم. ما يخالف عموم احنا ما عندنا غير رحمه الله وانتم. نداء راح نروح بعد ما تريدين شيء من يمنا؟ لا تريدين البيت مو؟ ايه بيت. نجي ان شاء الله، نجي بعد فتره قصيره يعني ان شاء الله. إيه؟ نبشرك بالبيت ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقتنا. اي شخص يريد يتبرع البيت ابو ياسر ارقام تليفوناتنا موجوده اسفل الشاشه. انقذوا اليوم بيت ابو ياسر. ونداء نداء نادت كل العراقيين على بيت، ما قالت اريد اكل ولا قالت اني جيبوا لي لعابه، لان مثل ما تعرفون هي مريضه، ولا قالت انا جيبوا لي حلب، كل شيء ما ارادت.
أرادت بيت، لأنه نداء مشلوع قلبها بسبب البيت. أبوها يقول كل شهر يجي أبو الإيجار يدق الباب علينا ويريد فلوس الإيجار، وما عندنا وين نروح، ووضعنا كلش تعبان. ومثل ما تعرفون يستلمون راتب من وزارة العمل 250,000 دينار، وهم العلاج مالتهم بالشهر 600,000 دينار من عدا إيجار البيت ومن عدا المصروف. إذن أقولكم في أمان الله، انتظرونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج يد الخير. في أمان الله.